السلام عليكم حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله أنا هبتدي أسجل معاكم التسجيل دلوقتي. إزاي تعرف تسجل حضرتك للموقع في المرحلتين، المرحلة الثالثة بقى بالنسبة لمدرستين أشمون والشهداء، مدرسة أشمون اللي هي منشية جريس ومدرسة في الشهداء اللي هي 30 يونيو. أول حاجة أنا كولي أمر هبتدي أدخل الرقم بتاعي هنا وأشوف هو الرقم القومي بتاعي كام. فلو أنا افترضت إن هو الرقم القومي ده وبعمل تسجيل دخول، فبيطلب مني باسورد انا مش فاكره. لو كان انا مسجل قبل كده وعارف ان انا مسجل موجود قبل كده، خلي بال حضرتك مش هيسجلك تاني، فانت تفتكر كلمه المرور. طب لو انا مش فاكرها فاعمل نسيت كلمه المرور، وبالتالي هيبعتها على الايميل بتاعي. طيب انا بقى مش فاكر خالص، وهبتدي اسجل مستخدم جديد. مستخدم جديد هيقول لي طب دخل الاسم بتاع بياناتك انت. فانا هكتب له احمد منصور، وهنا الرقم القومي بتاعي اللي هو كان موجود مرة اهو. اختار المركز والقرية من عشمة، والعنوان من عشمة، البريد الالكتروني اللي هو بتاعي ده، واجيب واحد فعال وشغال الموبايل. وكلمة المرور الباسورد اللي انا هبتدي اخش بيه واركز جدا، الباسورد ده هو اللي انا هخش بيه، من غيره مش هعرف اخش تاني. فهبتدي ان انا اقول ارفق صورة البطاقة الشخصية بتاعتي، طبعا اكون مصورها وتكون مساحتها ما تعديش 1 جيجا، اقول له تسجيل. بمجرد ان انا عملت تسجيل كده هيقول لي على طول لقد تم تسجيل طلبكم، سيتم ارسال رسالة تأكيدية على الايميل الخاص بكم اللي انا لسه مسجله عندي على الايميل. هروح ابص الاقي فعلا جات لي رسالة اهي، وبيقول لي انت سجلت والكود بتاعك اهوت، الكي جي بتاعه دوت. فانا هاخد النقطة بتاعت الكي جي دوت وابتدي اسجل تاني في، احطه هنا كتب لي الايميل عشان ابقى فاكره ان انا كاتب الايميل صح ولا غلط، عشان برضك اكون متاكد ان الايميل بتاعي صح مش غلط. اعمل ايه؟ تسجيل. فابتدي اسجل. قال لي خلاص انت كده، انا فعلت احمد محمد منصور كامل. هبتدي ادخل اسم الطفل، دخلت اسم الطفل وصلتي بيه هو الأب والنوع ذكر والرقم القومي بتاعه. وبمجرد ان انا بخرج من هنا هو بيجي اوتوماتيك 4 سنين و4 شهور و24 يوم وتاريخ ميلاده 8/5/2016. طب له اخواتي المدرسه طبعا مدرسه جديده، ولا هو من ذوي الاحتياجات اكتب لو هو ابن شهيد يبقى بكتب ان هو من ابناء الشهداء واخد منه مش ابن شهيد، ابن شهيد خلاص. وشهاده الميلاد اسحب شهاده الميلاد بتاعه الطفل وارفقها مع الورق واقول له تسجيل. بمجرد ان انا بقول له تسجيل هتبص تلاقيه تمت الاضافه، يعني معنى كده ان هيطلع لي رساله بتقول لي ان انت دلوقتي اهو تم تسجيل طلبكم برقم، الرقم ده مهم جدا اللي هو موجود 9673، برغاء متابعه الموقع لمعرفه موقفكم من الترشيح. يعني انا هرجع تاني اتابع الموقع اللي هو موجود عندنا علشان اعرف انا دلوقتي اتقبلت او ما اتقبلتش. يبقى انا دلوقتي اسم الطالب محمد احمد محمد منصور كامل من الشهداء، والمدرسه اللي مترشح لها لسه ما ظهرتش لان انا دلوقتي ما دخلتش في المدرسه ديت، لكن انا مقدم في مدرسه 30 يونيو الرسميه للغات بهنا شوي. خلاص كده تمام. طيب هنفترض ان انا مقدم لتوأم، هعمل حاجه اسمها اضافه ايه؟ اضافه طالب جديد. لو عملت اضافه طالب جديد هيجيب لي نفس البيانات تاني وابتدي ادخلها للطالب الجديد وعندي ايه؟ القديم. وبكده يبقى احنا كده سجلت على مدرسه
30 يونيو الرسميه للرسميه للغات بدمشق. طب لو انا عايز اسجل على مدرسه اللي هي بتاعت من سيتي اخش بالعياف الاخر خالص، اخش بالمركز بتاعي اشمون. طب لو انا بره المركزين دولت اشمون او الشهداء ماليش تسجيل وكده، يبقى احنا كده خلصنا. وما ننساش بس ان انا دلوقتي اهوت لما انا قلت تسجيل الرغبات تسجيله مره قبل كده تسجل خلاص اللي هو محمد متسجل قبل كده، وتم تسجيل طلبكم اهوت برقم، خلي بالكم ده اهو تم تسجيل طلبكم برقم، الرقم ده هو ده اللي انا اعرفه. معايا لما انا اروح المدرسه واقول انا قدمت اونلاين، فالرقم بتاعي 9673. الرقم ده هكتبه على الطلب اللي هو رايح اقدمه في المدرسه، لما يجي يقول لي فين الطلب بتاعك انا هخش الاقيه في المدرسه. وانا بشكر حضراتكم جدا، وبتمنى ان انتوا ربنا يكرم ان شاء الله كده وايه وتكملوا التنسيق وتخشوا المدرسه ان شاء الله، وربنا يكمل عليكم. عندنا الميعاد الاخير يوم الاربع الاسبوع دوت ان شاء الله، ويوم يوم الخميس او من يوم الاحد اللي بعديه هيبقى النتيجه طلعت اللي هو مين اللي اتقابل في المدرسه عشان يعمل له انترفيو. شكرا لحضراتكم.